بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كيفية العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قالون إلا يتابعونا، خليكن معنا. جاردن سيتي مشروع سكني بمنطقة الجناح دير حسن على مسافة قريبة من المراكز التجارية ببيروت ومن المطار، مؤلف من 13 بلوك بمحيط كله خضر وشجر. مساحات الأبارتمنت بتتراوح بال 160 متر مربع سامبلكس وصولاً لل 507 دوبلكس مع فيو كاشف على المدينة. 30% من المشروع للبيع وجاهز للسكن. كل بلوك عنده مدخل خاص، سيكوريتي مأمنة، برايفت جنريتور وخدمات عديدة. أما المميز بجاردن سيتي وجود مول تجاري إلى جانب المشروع مع برايفت أكسس لجميع السكان. جاردن سيتي مشروع سكني متكامل بالخدمات المأمنة فيه والمواصفات العالية بالعمار يلي بيتمتع فيها. ستارتنج برايس 2500 دولار بالمتر. بعد مرور سنة ونص من انطلاق أول فيز بالكونستراكشن من لويزا هيلز، تم إنجاز وبيع 70% من المشروع. حالياً البروجكت بالمرحلة الثانية من الكونستراكشن. موقعه استراتيجي قريب من وزارة الدفاع ببعبدا وبعيد 10 دقائق من بيروت. هاي إند بروجكت مؤلف من 13 بلوك، سامبلكس أفيلبل للبيع 210 و230 متر مربع مع برايفت جاردن، أما دوبلكس بين 330 و400 متر مربع مع تيران. خدمات عديدة من أهمها جيم، سويمينج بول، سوبر ماركت، كافيتيريا ومالتي بيربس هول. لوكجيري فينيشينج، سنترال غاز سيستم وشوفاج، جيمي انستليشن، برايفت جنريتورز، عمار إيكو فريندلي وسولر باور وووتر تريتمنت سيستم. ارتفاع المشروع 350 متر من سطح البحر وبيطل على بانوراميك فيو. لويزا هيلز بيتميز بأكسس سهل من الطريق العام، سامبلكس تابع لهم 2 باركينج أما دوبلكس 3 باركينج، بالإضافة لفيزيتورز باركينج وستورج روم. تسهيلات الدفع مأمنة مع إمكانية الحصول على قرض سكني خلال مرحلة التنفيذ أندر كونستراكشن لون، أما التسليم بآخر 2019. أبارتمنتس على شكل فيلل للبيع داخل ريزيدنشال كومباوند بيمتد على مساحة أرض 5500 متر مربع بمنطقة غابة الشبانية. موقعها بعيد 40 دقيقة عن بيروت وعلى ارتفاع 850 متر من سطح البحر مع فيو خضر وشجر. مؤلف المشروع من 5 بلوكس على شكل فيلل. كل فيلا مقسمة لثلاثة أبارتمنتس كبار مساحتهم 240 متر مربع أو ستة أصغر مساحتهم 120 متر مربع. أبارتمنتس الجراوند فلور تابع لإلهم برايفت جاردن بمساحة 200 متر مربع للشقق الصغيرة و400 متر مربع للشقق الكبيرة. من أهم المواصفات مدخل خاص لكل بلوك، دبل وولز ودبل جليزينج، وهاي اند انتيريورز ممكن يتعدلوا حسب الطلب. جيتد بروجكت امن سكيورتي 24/24 بالاضافه لمينتننس تيم وباركينج مامن. اما التسليم بربيع 2018 وابارتمنت ستارتنج 160,000 دولار. So
جراند تاور 5127 ريزيدنشال وكوميرشال تاور جاهز للسكن، موقعه بسن الفيل استراتيجي قريب من المحلات التجارية والمدارس والجامعات. مؤلف من 13 طابق، قسم من الابارتمنت شقة بالطابق وقسم شقتين بالطابق، تتراوح المساحات بين 125 و195 متر مربع. شوروم تجاري 400 متر مربع مع مستودع 200 متر مربع و10 باركينج سبوت صالح للبنوك أو الشركات الكبيرة. مدخل الشوروم خاص مسئل عن البناية، لكجري تاور مع هاي اند سبيكس من أهمهم. دبل وولز ودبل جليزينج، يوروبيان باثرومز وكيتشن، تو برايفت اليفيتورز بالاضافه لاثنين اندر جراوند ستورز للباركينج مع ستورج روم لكل شقه. جراند تاور 5127 تاور سكني وتجاري بسن الفيل، كاشف على فيو 360 درجه ومواصفات عاليه بالعمار. عم بتخطط كاليفورنيا انه تصير اول ولايه بامريكا واول حكومه بالعالم توضع الواح شمسيه لجميع المنازل الجديده، وبتعتزم مفوضيه الطاقه بكاليفورنيا الى عقد جلسه تصويت على هالمعيار الجديد، وبحال موافقه عليه وفق التوقعات فانه جميع المنازل الجديده رح يتثبت عليها الواح للطاقه الشمسيه بدايه من كانون الثاني 2020. بالوقت الحالي توجد ألواح شمسية على 15% إلى 20% فقط من الوحدات السكنية الجديدة بكاليفورنيا، وبعد تفعيل القرار راح تزيد قيمة المنزل بما يتراوح بين 25,000 و30,000 دولار مقارنة بعام 2006. هيدي كانت حلقتنا لليوم، رسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com صفحتنا على الفيسبوك ومتف.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.